انا ما عندي ما نقدم الا احسن فرحة بعد اللي كانت معلقاني. اول حاجة وهي الخبر ديال السيدة ديالي اللي معلقاني قاع، يعني في كامل الحياة ديالي كانت هزاها الالام. من بعد ما دارت العملية درناها لي اختي في واحد الكلينيك، درناها لي ب10,000 درهم بجهد الله والاخوان، منهم الناس داخل الوطن وخارج ارض الوطن. يعني جاب الله درت لي ديك العمليه، درت لي نهار 18 شهر 3. من بعد ديت ندير لها الكونتور على واحد الاسبوع، قال لي ودي واحد الشهر وجيب نحيدو لي التيو. المهم حسبنا وصل داك الشهر، ديتها قال لي صافي سير قيده ودخلها باش نطلع تحيد التيو. مشيت باش نقيد، قال لي غتخلص 1500 درهم. هذه زيدها على 10,000 درهم. قلت لي يا ودي انا مخلص 10,000 درهم، وكيفاش دابا هادشي ما قلتوش لي انتوما في الاول؟ قال لك لا، 1500 درهم تحيدتيو. ما كانش 1500 درهم بلا ما تعي راسك، كانت عندي 780 ريال، 40 درهم قل درهم. ملي قطعت الياس منه ما يعني ما قطعت الياس الا من الله تعالى. ركبت انا وياها جينا خليتها باقا هكا. من بعد هاد اللايف ديال الاول قبل هذا، يعني انا جد فرحان وتفاجأت بهذا الخبر، بهذا السيد هذا اللي هو حيد عليا هاد الثقل ديال السيده ديالي اللي واقفه بجنبي ومأزراني في امي في حاضي الغيبه ديالي. انا خارج مقابله اولادها، مقابله امي، هي الاولى في الدرجه الاولى، امي معاوناني على امي. هاد السيد انا اللي غنقول ليه هاد السيد انا غنقول ليه الله يفرج على الكره بالدنيا والاخره، الله يعطيه العوين في الغيب رباني. كيما خفف لي الالم على السيده ديالي اللي واقفه هي الدراع ديالي وصابره معايا في خيبه وزينه وحاضيه اليوم من ورايا. انا بغيت هذاك السيد له لي محلو له ولا التريكه ديالو، الله يعطيه العوين في الغيب رباني. وغادي نسيتي بحمل تحيد عليك، ماشي احمل يعني جبال كانت على الله يفرج على الكرة بالدنيا والآخرة. خويا أنا كنطلب الله يفرج عليك الكرة بالدنيا والآخرة، أنا نطلب الله يعطيك العوين في الغيب. بغيت تريكتك ما تتمحل، ما تشوف طبيب، ما تشوف سبيطار، بجهد الله والوالدين. كيما خففتي عليا هاد الحمل اللي كان مطيح لي النص ديالي، يعني داكشي اللي غنقولو لي عاد الله درا بيه، هذا هو اللي كاين. أنا ما استطعتش باش ندير السيدة، ولكن دابا ملي جاب الله هاد السيدة ذا وتفاجأت به وفرحنا، ما يعني الفرحة ما يعلم بها إلا الله، ما يعلم بها إلا الله تعالى. ما غاديش نقول لك بلساني، الله اللي عالم على الداخل ديالي شنو. كما كان الحال راه مرتي موانساني في الخيبة والزينة ومخفى عليا الثقل ديال الدار، أنا خارج برا يعني ما غاديش. يعني أنا مراتي كنشكرها، وداك الشكر يعني ما كيعلم به إلا الله تعالى، هذا هو اللي كاين. نعم الحمل وهو اللي كنطلب من خوتي وخواتاتي، هو كيقول لك جماعه كتغني واحد، واحد ما تيغنيش جماعه. نقدر نبقى يومين 3 ايام ما تاكلش، ولكن فين غادي تنعس امك وولادك؟ كنقول لخوتي وخواتاتي اللي عنده حانوت ريدو سده مقازة يعطيها ليا، كي قانونيا نلتزم ما يعطيني نسكن في سبيل الله. يعني ماشي من لك ابدا لا، نهار يبغيها يعلمني بشهر ولا بشهرين فين نحط الرحل ديالي. غلبك الكرة، ما غاديش نقول لك، ما غاديش نقول لك اللي داكشي اللي غنقول لك كيعلم به الله تعالى، ويعلم به داك اللي مدوز في الكرة وعنده الحمل ثقيل، عنده العدد ديال الاولاد. دابا اختي نهار 3 في شهر 10 ما مخلصش، يعني شهرين شهرين كان كاري ليا ب 22,000 ريال اللي دايرين معايا في كونترا، والله يجازيهم بخير نقصوا ليا 100 درهم. دابا باقي ما مخلصهمش من نهار من نهار 10 في شهر 3 لهاد الساعة هادي. يعني كتشوف بأن الكرا غلبك، كتقول دابا يا ريت يعطيك شي واحد واخا غير كراج تسكن فيه وتخرج من الكرا. ونخرج من الكرا ما نبقاش فيه، هذا هو اللي كاين. المهم شنو كتحتاج؟ المهم اختي الحاجه اللي ضروريه، يعني ما غاديش نقول لك الحاجه الضروريه ديال الام بعد اول حاجه، وهو ليكوش. ليكوش كاين شي مره ما كنستطعش ما كندركاش، ليكوش هادو من الضروري بعدا، من الضروري.
من الضروري اللي فوش. نتمنى ويكون خير ان شاء الله. وواحد الشكر كنهديه لاخواني واخواتي، تواصلوا معي بعض الاخوان وبعض الاخوات من خارج ارض الوطن، المهم تواصلوا معي اليوم وراني باقي نوجم على اتصال بحول الله، ونتمنى من الله تما باش يعاونوك شي حاجه. اييه الله يعطيهم العوين. اي وعدوني وتكلموا معايا باش نكون صادق معهم ومع الله تعالى، نكونوا واقعيين. مازال ما صفتوش شي، مازال ابدا. اللي وعدوك وعدوني مازال. اللهم بارك. اييه هذا هو اللي كاين. ملي داروا لي العمليه الاولى دابا غيديروا لي العمليه الثانيه، واختي ما كرهتش انت نوض نعاون الوالده مريضه والدراري عندي سته خاصك تقابليهم كيقراو. شكون اللي كره اختي يكون عنده الصحه ونايض؟ كنشكر هذاك السيد، كنشكرو بزاف، الله يجازيه بخير، الله يرحم والدينا. يعني الخبر فرحك؟ فرحني بزاف اختي، كنت كنخمم في العمليه الثانيه عاوتاني. دابا كنشرب غير الكينه كنحرم من الحريق شويه صافي اختي. الحمد لله الحمد لله، اللي عنده صحيحته عنده كل خير، عنده كل خير اختي نادية، الله يجازيكم بخير كاملين. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكرك اختي نادية وكنشكر قناة شوف تي في على هذه المبادرة الطيبة وعلى الخير اللي كديري ديما، معروف عليك كديري الخير. ومعكم حسن الصوصة، وسيط محسن، وسيط وسيط الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، خصوصا مدينة شالون سيغسون، في شخص السيد هو المحسن مسكين اللي تكلف ودار واحد المبادرة ملي شاف اللايف ديال هاد الناس هادو، وصيفط لهاد الناس شي بركة باش نهار الاثنين ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نديو هاد السيدة هادي للمصحة. وبطبيعة الحال غادي تدخل معنا على الخط جمعية رجاء الخير اللي غتكون حتى هي داخلة معنا في الخط، باش ان شاء الله تكون السيدة باش توقف على رجليها وتعاون الزوج ديالها والأم ديالو. والشكر ليكم نتوما بزاف خاصة، ونشكروا الناس ديال الجالية المغربية المقيمة بفرنسا. والحالات نتوما كتشوفوا راها هي كتهضر على راسها، ما نقدرش نزيد شي حاجة أخرى. شكرا لكم.